وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور سلوان. بداية، إلى ما ترجعون خروج العراق من التصنيف العالمي للجامعات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة تصنيف الجامعات العالمي هو ليس شيء سهل، إنما يتطلب عمل مستمر ودؤوب في مجال البناء المستوى التعليم العالي، يبتدئ من جودة التعليم والبحوث العلمية، نسب البحوث التي يتم اقتباسها من قبل العلماء في العالم، نسب المشاركات الدولية من أعضاء التدريس والطلبة، وقدرة الجامعات على الإسهام بالتطور الصناعي. إذا ما رجعنا إلى هذه النقاط الأساسية نجد أن جامعاتنا تفتقر إلى كل هذه النقاط. وإذا قد يعني لمسنا تحسن بسيط لإحدى الجامعات العراقية اللي هي مثلا جامعة التكنولوجيا في أحد تصانيف الجامعات، هذا لا يعني أنه إحنا قد شفينا من الضعف في بناء التعليم العالي وخاصة الجامعات. ولذلك أنا أجد أنه العملية التعليمية كلها تحتاج إلى مراجعة من الكادر التدريسي، أعضاء التدريس، إلى المنهج، إلى مستوى الطلبة الذين يقبلون في الجامعات، إلى مواكبة المناهج العالمية. طيب، وأساليب التعليم الجديدة. نعم، على المستوى العام يعني العراق جاء في ذيل القائمة في تصنيف جودة التعليم، ما هي المعايير التي تقاس بها جودة التعليم في العالم؟ جودة التعليم طبعا هذا مبدأ طرح، خلينا نقول ما يسموه بمؤشر دافوس لجودة التعليم. هذا طبعا عبارة عن منتدى اقتصادي عالمي. نعم. أصدر تصنيف جديد لجودة التعليم ابتداء من عام 2017 أو 2016-17. نعم. شمل 137 دولة في العالم، من ضمنها دول عربية وعالمية. مقاييسه ما بين 1 و7، ولديه 12 معيار. نعم. أذكر لك من أدى بعض منها: البنية التحتية، التعليم الأساس والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، سوق المال، التكنولوجيات، الابتكار وتطور الأعمال. حقيقة لثلاث سنوات آخرها وصلت سويسرا إلى المرتبة الأولى عالميا. وفي ذيل القائمة أنت ذكرت أنه العراق وسوريا لم تدخل أصلا التصنيف، لا يوجد بها مقومات تعليم، بينما موريتانيا مع الاحترام لهذه الدولة حصلت على المرتبة الأخيرة في هذا التسلسل، ودولة قطر كانت الأولى عربيا والثالثة عالميا بدرجة 5.6 من المقياس اللي قلت لك عليه، يقاس عليه هذا المؤشر. يعني دكتور، جامعة بغداد كانت في سبعينيات القرن الماضي وفي ثمانينياته تحتل المركز السابع عالميا بعد جامعات العالم المرموقة. ما الذي حدث في العراق كي تصل حال أو يصل حال التعليم في العراق ليخرج من جودة التعليم؟ أو أهم نقطة أستاذ هي اختيار الناس الكفؤين في قيادة مفاصل التعليم، ابتداء من رئيس القسم ووصولا إلى رئيس الجامعة. ثانيا، عدم وجود مقاييس تستند عليها الجامعة في تقييم أدائها السنوي، واللي ذكرت لك إياها جودة التعليم، مثلا تقرير التايمز للتعليم العالي حدد أول 200 جامعة، ليس لدينا طبعا جامعة عربية في هذا التصنيف، هنالك جامعات سعودية ما بعد 200،
هنالك جامعات مثل جامعة قطر أو جامعات خليجية بالأربعمية إلى الخمسمية، لكن طيب. لا تجد جامعة عراقية في تقرير تايمز التعليم العالي. طيب دكتور بالنسبة إلى المناهج، كل هذا دكتور المناهج، بالنسبة إلى المناهج، هل ترى المناهج العراقية يعني قادرة على أن تخرج أجيالا تستطيع أن تنخرط في سوق العمل وأن تبني العراق من جديد؟ لا أعتقد، لأنه الهوة كبيرة ما بين يعني مسار الجامعات وتبنيها لمناهج اعتبرت الآن متخلفة عن الركب العالمي. العالم يوميا يتغير، يوميا يضيف تجارب جديدة. لو تلاحظ أن العلماء أو الباحثين أو الأطباء العراقيين لأنه اعتمدوا على تعليم آنذاك كان متقدم، تجدهم الآن في دول العالم، في بريطانيا وفي أمريكا وفي دول الخليج، معتمدين على أساسهم القوي الذي بني في الستينات والسبعينات والثمانينات. هذه الحالة لم تعد موجودة، لأن التعليم أصبح يعني آخر ما يفكر به وآخر ما يبنى، ولا يوجد تدرج أو بناء تصاعدي في البناء في العملية التعليمية. عندما يأتي مسؤول لا يبني على اللي قبله، وعندما يغيب هذا المسؤول يأتي بعده يبدأ من جديد. ولذلك نحن لا نبني، نحن نهدم التربية والتعليم في العراق. نعم، الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك.